كيس اخوف تلقحش يزعل. لو انا هزعل ليه؟ انا قلت برضه. انت كل يوم تبهدلنا حضر كده. انت لسه شفت حادي؟ انت نصاب يا حرامي. انت ايه اللي ماسكه في ايدك دي؟ انا ماسك مطوه عشان لو اي جن ركب اي واحد قالوا فيها جن. لا ده احنا اشيه. اذا انت بتحضر العفريت ولا بتثبتهم؟ بس يا دي انت قاضي يا دجال يا نصاب يا حرامي. ايه اللي جابك هنا؟ دي قاعدة كبارات البلد. انا ما جيتش من مزاجي يا اخوي. انا يا سيدي الرشاح جالي بالليل جالي بالليل وقال لي فيها فيها ده دجال. انت تفضل قاعد كده والعمده يجمع كل القريه وانت ما تروحش ليه؟ هو التهبل ولا اهبل؟ طب والله العظيم انت عيل دجال ونصاب وحرام ولا جالك رشاح ولا جالك نيلي. اقسم بالله اسخطك قردي دلوقتي. والله العظيم ما تقدر اوديك. والله العظيم اقدر اسخطك. بس لا يسخطك قردي وتبقى زيي. استغفر الله العظيم. لا خلاص. ايوه كده نحترم نفسنا. انا عارف اللي انت زعلان مني. ايوه زعلان. فاكر لما ميلت عليا وقلت لي لو عايز تخلف اجري حوالين التين عملت؟ في ليله ضلمه مش ماشيلي في عز الظهر قالع لي مالته بتجري على الترعي. ايه اللي هو جري المالت في عز؟ والله العظيم في عز الظهر قالع مالته ماشي على الترعي وبيسمع حمائي ومبسوط. طب مش كنت تقول لي كنا نجيب الموبايل نصوره ونولع الانستجرام؟ يا ولا احنا فيها يا معاك الموبايل معايا. تعال نعمل له فيديو دلوقتي. يلا اهو معانا دلوقتي شيخ البلد اللي ما بيخلفش. يلا خمسه بواه خمسه هوانيو خمسه الوجاه. يلا يالا نزل الفيديو ودلع الدنيا. بس انت هو بس يا رجاله يا نصاب يا حرامي. خلاص ما سمعتش انا في ليله ضلمه دي ما سمعتها بالذات بقى يا حبيبي. بس على العموم سيد الرشاح جالي تاني. هو بيجي لك ولا بيلبسك؟ اسكت. قال لي عشان تحل مشكله الراجل ده هي كلمه واحده اللي هتحل كل حاجه. عليك نور. ايه هي بقى الكلمه اللي قالها لك؟ قال لي عشان يخلف لازم يتنيل يتجوز الاول. ايه دي؟ هو انت عايز تخلف من غير ما تتجوز؟ ما انا رايح لدجال. ما انا لو متجوز عايز اخلف بروح لدكتور امراض نسي. ايوه يعني انت عايز تتكسر ذاتيا يعني؟ ما تجننوناش معاك. والله اهبل عيل اهبل. عيل ايه؟ خلاص بس اهدى ايه؟ اهدى بس يا حاج سالم. خد بس اقول لك على إيه؟ حاجه. العمده جابها لك جوه الدوار ولا لسه؟ ده جايب بطه جوه عليها رجلي. انا مالي النهارده ببص للحيوانات بصات مش. كنت لسه بتكلم على الحماره في ايه؟ ده تفسروا بايه ده؟ تقريبا عجز يعني. بص يعني البني ادمين مش راضيين يتعاملوا معاك يتعامل مع الحيوانات. عادي انا جوه. الاكل جوه كله. لو في اي اكل قول لي على طول. ما تقلقش ده في بطايه جوه. يا يلا سلام. انت بتخبط العب ليه؟ خش يا حبيبي مستني حد يفتح له. ده دجال يعدي من الباب وانت اي كده عبيط. دجال ونصاب وحرامي. ما انت اي عبيط في البلد بينصب عليك. طب هات بقى الفلوس اللي نصبت عليها فيها يا اخوي. قصدك يعني ان انا عبيط؟ ده بتهب. انت بتشتمني يا شيخ البلد. ايوه انا محترمك والله بس عشان سنك. والله اديك بالجزم على بوزك ولا تعرف تعمل اي حاجه. والله جمعت اهل البلد؟ جمعتهم كلهم الا المعلم زرزور. قالوا لي بس ان هو لسه في البندر لسه ما جاش. اول ما يجي هيبلغون على طول. انا جيت يا بلد معفني. انا جيت يا بلد منتلي. ازيك يا شيخ البلد؟ ازيك يا معلم زرزور؟ عامل ايه يا دي يا شرابي؟ تمام الحمد لله. ده انا شفت حاجات في البندر يا اولاد. باين على اللبس. الله فظيع اللبس دي. ده اديداس. اديداس؟ انت لسه شفت حاجه؟ ده لبس ده حاجه خفيفه كده. انما انت ما شفتش بقى يا شيخ العمده. مين شيخ العمده دي؟ انت ما شفتش بقى يا شيخ البلد. ايه انت ما شفتش بقى الموضه وصلت في ايه بقى في البندر؟ الرجاله بنطلونات بقت الموضه تبقى ساقطه لحد هنا. وبيقول لك كل سنه هتنزل شويه عن اللي قبليه لحد ما كمان كام سنه هتبقى لحد هنا والرجاله هتمشي كده. ايوه الموضه دي قديمه انا عارفها من زمان. ليه؟ من وانا عيل صغير اما احب اخش الحمام بنزل البنطلون وامشي كده. يا رقم. ايوه ثواني انا عايز افهم بس. يعني هو القمصان هتغطي لحد البناطيل؟ لا القمصان العكس هتطلع لفوق. والدي
يعني القمصان فوق والبناطيل تحت؟ اه. طب والفرق ده مين هيعالجه؟ المتحرش. ايوه صح، المتحرش ده مش هيسيبه حد في حال. اه ده انا شفت حاجات يا اولاد. ده كمان ايه بقى موضوع اللبس دي؟ هيريح كتير، لان المتحرشين مش هيعرفوا يفرقوا بين رجاله وستات، وهو الرجاله تشيل عن الستات شويه. يعني احنا نشيل عن الستات واحنا نشيل الطين؟ في ايه ده؟ اذا كنت قلب الجلابيه وبتحرشوا بيا. يلا انت شكل حكاويك كتيري، اوصل انا الكشك اجيب لك حاجه ساقعه تقعد تحكي لنا براحتك. لسه هتجيب حاجه ساقعه وتفتحها ده انت قديم قوي. ده انا شفت في البندر مكنه نزلت فيها الحاجه الساقعه، تحط الفلوس تنزل لك الحاجه الساقعه. صح والله. والله رحت وقفت قدامها، احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه، احط فلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. جالي واحد قال لي خلاص يا عم الحاج خلي الناس التانيه تشرب. قلت له ثلاثة بالله العظيم ابدا، طول ماني بكسب مش ماشي من هنا، احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. بتكسب انت فلوسك راحت في المكنه؟ المهم المتعه يا اهبل. على رايك منور. إيوه. الحمد لله على السلامه. انت عارف يا واد اغرب حاجه شفتيه ايه؟ ايه؟ الفنان محمد فؤاد. صح والله. اه ماشي انا في الشارع لقيت واقف في لجنه واللجنه مبهدلينه ومش عايزينه يمشي، وهو عمال يغني لهم. غنى ايه؟ رابط حزامي وماشي من غير صوت، طفيت جنبي والكاسيت بريموت، اشرب سيجاره طفي من بره، مجروح وبصرخ يابا بس من غير الصوت. الله الله الله. عجب صوته قوي بقى، عجبه صوته، اداله 3 سنين الحمد لله. الله. بقول لك ايه؟ ايه موضوع الاجتماع ده يا ولد؟ ايه اسال شيخ البلد انا ما اعرفش. ايه الموضوع ده؟ العمده عايزنا في حاجه هنعرفها دلوقتي. طب انا اروح بقى البيت. البيت اجيب البيت ليالي بيتي ونيجي على الاجتماع على طول. خلاص ماشي. كتك دهيه في رزالتك. ماشي. السلام عليكم. سلام يا معلم زرزور. ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ شفت المعلم وهو بيغني؟ شفت البندر. ايه ده؟ ده جاي من عرب جوت تالنت ده ولا ايه؟ ايوه والله شفت صوته، بس انا سقفت له وصوته كان وحش. أيوة. بس بقى عشان يمشي. يلا يلا. خد يا هلا الزغرات دي، امك هتتجوز تاني؟ ما اعرفش والله. امي ايه؟ امك دي ارنبي عماله تتجوز كده اي حد؟ في ايه؟ لا لا انا امي في البيت والله. ايه الزغرات دي كلها يا حاجه؟ ربنا يملى قلبك بالفرحه. فيه ايه؟ رونالدينهو بعت لي دفعه على الفيس وكتب لي يشعر بالمحبي. يشعر. ازيك يا شيخ البلد؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ الغافر؟ لا 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 لا. عامل ايه يا شيخ الغافر؟ لا 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 لا. طب روح اعمل لي شاي. من عينيا يا حج. يا سلام، ايه البلد المجنونه دي؟ مالك يا شيخ البلد؟ حزين حزين حزين. حزين كده ليه؟ نفسي اخلف حته عيل يشيل اسمي. طب بسيطي، خلف. اخلف ازاي؟ ما انا مش عارف. اتجوز وخلف. مش هتجوز انا، وانا كل ما اروح لحد اقول له عايز اخلف يقول لي اتجوز. مش هتجوز. الله، هي كبرت في دماغها اخلف كده؟ ما هو انت ما ينفعش تخلف من غير ما تتجوز. لا ينفع. طب رحت لسالم الدجال النصاب؟ رحت له. طب بص بقى انا هخلص لك الموضوع ده. ايه؟ عدي عليا يوم الثلاث خد العيل. ايه ده؟ بسهوله كده؟ ايوه. يوم الثلاث الجاي ده؟ اه. الله. بس اديني بياناته. اديكي بياناته طبعا، امال ايه؟ عايزه عيل كده يكون قصير ومكلبس كده شبهي. ايوه. ومقبط كده. إيه؟ ها، وشعره يبقى طويل كده وسايح. إيه؟ واسود. إيه؟ عشان انت بتعمل ايه يا حاج؟ بتدخلي البيانات دي الكمبيوتر؟ لا، دي مستشفى الجلاء للولاده. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحتي والنبي، ابن اختي بس في الحضانه وعايزه ازوره. والله يا حبيبي مش عارف اجيبهولك. ليه؟ السيستم واقع. يعني الكمبيوتر عندنا عطلان وعنده شغال كوسه هي؟ يا حبيبي الكمبيوتر بايظ. لا وريني. اهو. ايه ده؟ يا كبرني يا هيبتني.